مرحبا من جديد. هلأ رح مثلا لو بدنا نجيب instance لأنماط معينة مختلفة، مثلا بدي أقول هستخدم كلمة find all. ال find all هاي بترجع لي لستة فيها كل الأشياء اللي بتعمل فيها matching مع الكلمة اللي بدي إياها. مثلا خليني أبلش بال import re regular expression. تمام، هستخدم ال re وأقول هال re dot find all. find all هي واحدة من الميثودز المتوفرة في المديول RE. من خلالها بقدر أجيب أي كلمة matching بدي إياها. مثلا أقول أنا بدي كلمة match، تمام، وقلت له هاي عندي العبارة الطويلة هذه بدي أكتب فيها hello is it match، لا match فيها هي اصلا فيها غلط، ماتش كده انا اصححها هون. تمام، hello is it match، خليني على ماتش واحدة اول شيء لحتى نميز. بمجرد ما انا طبقتها وبحكي لي انه انا لقيت انت بتدور على كلمة ماتش، انا اوريدي لقيت هاي الكلمة موجودة مرة واحدة. لو قلت له مثلا بدي اكمل واقول له مثلا there are another match، مجرد ما شغلها حيرجع لي الماتش. فهي الفايند اول هاي بتشوف شو الكلمة اللي انا بدور عليها الانستانس وبتروح بتدور عليهم بكل السطر اللي انا مدياه اياه. فبالتالي الريجولار اكسبريشن بتدعم عدد كبير من الانماط المختلفه، وهي بتعمل بتبسط علي عمليه البحث عن كلمه واحده او نص واحد. في عندنا حاجه اسمها ميتا كاركترز. الميتا كاركترز بتستخدم بشكل كبير مع الريجولار اكسبريشن لحتى تساعدني ان انا اجيب نوع معين من الانماط. لو بحثت عنها بالانترنت واقول هون ميتا كاركتر ان بايثون واجيبها من ال organization او documentation regular expression how to، بيشرح كثير في regular expression مثل ما حكينا عن ال كذا كاركتر او matching character. اذا احنا ملاحظين هون بيشرح لي كتير شغلات من الماتشنج كاركتر، هلقيت رح نتناولها ونشرح ونوضحها بأمثلة من خلال أمثلة. كمية الماتشنج هلقيت هاي كلياتها حنفهمها، بس انه احنا ممكن انا هان كدوكيومنتيشن ممكن ترجعوا له من خلاله تستطلعوا على الريجولار اكسبريشن وتشوفوا مجموعة الاشياء اللي بتوضحها. هلا في سينتاكس هي بالفايند اول اللي احنا شفناه، حنجرب كتير شغلات ميتا كاركتر، هذا بس للاستطلاع عشان تستفيدوا منه. فيكم ترجعوا على الدوكيومنتيشن. بما ان هنستخدم الريجولار اكسبريشن سينتاكس كتير، حنقابل كتير سينتاكس ونوريكم كذا طريقة. فأول شيء أنا هعمله هلقيت إني رح أعرف function، هذا function أنا رح استخدمه عدة مرات بس مع syntax مختلف. حول أول شيء هذا function اسمه def وسميه multi re مثلا، وبدي أديه patterns وأديه phrases مثلا أو phrase. تمام، بدي هون دوك سترينج. دوك سترينج هذا بدي اكتب فيه، بدي اكتب فيه مثلا takes in a list of rig patterns مثلا for all matching او matches خليها. تمام،
هلا بدي اقول له four patterns in patterns اللي هنا، بدي منك تعمل لي برنت على اول شيء، اعمل لي searching the phrase بلنا تمام، بدي اقول له مديول لل R واقول له هون مديول لل pattern خليني اشيل هاي واقول له print re dot find all اللي هي نقول البتن والفريز ناخدهم سوا كده، تمام. يلا احطهم في ونقول آخر شيء print slash n وما ننسى طبعا ال تمام. كده جهزت الفانكشن. هلا نظام شغل الفانكشن هذا كيف؟ انا حاولت اجهز فانكشن سميته مالتي ريجريشن اكسبريشن، من خلاله انا هستدعيه في كذا سينتاكس مختلف. السينتاكس اللي هستخدمه في هذا الفيديو اللي هو ريبيتيشن سينتاكس. الفانكشن هذا بياخد باترنز وبياخد فريز، انا بقول له لكل باترن من هذا الباترنز بدك تطبع لي على الفريز، تطبق تبحث لي اياهم لكل باترن وتزوجت كل الاول من الباترنز الموجوده في مين في الفريز وتعمل بينهم سلاشين. يعني نبلش اول شيء حاقول انه انا في عندي تيست الاول على الفريز، الفريز هاي بدي اديها مثلا SD وقول له SSDD وقول له SDDDSDDD وقول له كمان DSDS TSS وقول له SDDD تمام. وبعد كده هقول له أو بدي أعطيه التست على الباترن، تست باترن بدي اديه. هلا هصير احكي كل واحدة واشرحها. اول شي في التست باترن طبعا احنا قبل الهاي بدي اضيف له لستة وقال له خليني اول شي على اول واحدة تست لست واحدة الاولى بدي اياك تجيب لي الاس دي وهون علامة المالتي. هنا بحكي له اذا وراها صفر او اكثر من دي، يعني اذا الاس موجودة عندك وراها صفر يعني ولا واحدة دي او اكثر من دي جيبها. الثانية هنا نقول مثلا لو كانت عندي اس وراها دي اللي هون ابدا اقول له ديكشنري 3 يعني مطبوعة بثلاثة دي. خلينا ناخذ واحدة بس قبل عشان نرتب المفاهيم. بقول له لو عندك S وراها D بلس، معنى البلس هون انه يكون في وراها
واحد أو أكتر من دي، فالأولى وراها ولا دي أو أكتر، وراها يكون واحد أو أكتر من دي، إنه يكون وراها 3D. في الرابعة بدي إياه مثلا اس دي، يكون الدي هذه 2 و3، سوري بدنا نعملها بديكشنري، 2 3، تمام. وآخر شي بدي أقول له اس دي علامة الكويستشن، اس دي علامة الكويستشن معناها وراها 0 أو 1 دي. خليني أرجع عليهم مرة تانية. هلأ في الباترن الأول بقول له إذا كانت الأس هاي وراها وراها 0، يعني ولا دي أو دي أكتر، جيبها اطبعها. في الإكسبريشن الثاني بقول له إذا الأس هاي وراها 1D أو أكتر، الإكسبريشن الثالث وراها 3D، الإكسبريشن الرابع وراها 2 أو 3D، الإكسبريشن هذا وراها بقول له كأني بقول له وراها 0D أو 1. خليني أطبقهم عشان بعد كده أطبق الفانكشن، أبلش أطبق الفانكشن عليهم. فأقولهم اسم الفانكشن كان عندي مالتي ريجريشن، مالتي ريجريشن هذا بياخد 2 بارامتر، خليني أخذهم هم هدول، التست فريز أو الأول شي تست باترن، والتاني تست فريز، وطبعا صححنا عبارة البرنت هنا بالشكل التالي، أديناها الهاش ايبل هذا التالي. مع إضافة بعض التعديلات هلأ أخذنا إحنا الباترنز، خلينا نطبق الفانكشن هذا على التست فريز وتست باترنز ونشوف شو النتيجة اللي ممكن تطلع لنا. تمام، هلأ الهاش ايبل هذا اللي عملته هون كأني بدي العبارة هاي تطلع مع كل مرة، تطلع أول مرة وتطبق لي الأولى، بعدين تطبق لي بالترتيب باقي الشغلات. ناخد أول واحدة مثلا كمثال، نشرح الفانكشن بعدين نشرح النتيجة. نقول الفانكشن هاد أول شي باترن وفريز، اديته باراميتر باترن وفريز، تمام. وقلت له هذا لكل باترن موجود عندك من الباترنز بدك تمر على الباترنز هدول الموجودين اللي هو هاد، هتعمل عليها فور لوبينج. بدك شو تطبع؟ تطبع لي سيرشينج ذا فريز يوزينج ذا ار اي تشيك، بدك تعمل ريجريشن عليهم مع السينتاكس الأول اللي هو كان اسمه ريبيتيشن سينتاكس. فانت هتطبق لي الريبيتيشن سينتاكس هنا على مين؟ على الباترن. بعد كده هتطبع لي كل حاجة في الباترن تذكرت لك اياها في الباترن موجودة في الفريز. فانا اديتك الفريز واديتك الباترن، هتمشي على الباترن الاول، هنا فانكشن هيطبق على تيست باترن تيست فريز، هياخد اول اشي الاس دي. فبقول له هون الاس دي تتبع يا بزيرو او اكتر من دي، فهو هون طبع لي جملة searching the phrase using the RE check as D. مر على أول واحدة as D بتتبع في واحدة بصفر أو أكتر فطبعها، والas D برضو هون سأطبعها. الas الثانية تتبعش ولا بواحدة حيطبعها، ليه؟ لأنه الستار معناها أنه زيرو، حيمشي ورا الاس الثانية والاس الثالثة، فبالتالي هو بهاي الحالات كلها حيطبع كل الاسات، ليه؟ لأنه شرطه يا ولو دي أو دي أكتر. في الشرط الثاني لازم تكون مطبوعة بدي واحدة أو أكتر، فهيجي على أول واحدة مطبوعة بدي هيطبعها، تاني مطبوعة بدي هيطبعها، تالتة لا مش مطبوعة بدي مش هيطبعها، ولا الثانية. التالتة هون هيطبعها لأنها مطبوعة بثلاثة دي، هيطبعها وهيطبع الدي معها، هون هيطبعها وهيطبع ثلاثة دي معها، هون هيطبعها وهيطبع ثلاثة دي معها، هون هيطبعها وهيطبع دي معها، هون هيطبع ما هيطبع ولا واحدة من هدول، تمام. هون هيطبع الأس والأربعة دي معها. بالنسبة للعلامة الكويستشن مارك هيطبع المطبوعة بزيرو أو بواحد فقط، يعني المطبوعة بثلاثة وأربعة من هون ما هيطبعها. في الأس دي ثلاثة هيطبع ثلاثة المطبوعة بثلاثة، وفي الاثنين لثلاثة هيطبع اللي هيطبع اللي مطبوعة من 2 لـ3 دي، وهيطلع لي النتيجة بالشكل التالي.
هذا بالنسبة للريبيتيشن سينتاكس كيف بيشتغل وكيف احنا طبقناه.